البطوله بطوله قويه وبطوله فيها احتكاك قوي ما بين اللاعبين. هو شايف ان البطوله جيده جدا بالنسبه له. The hospitality is very great. يمكن طبعا هو بيقول ان دي مش اول زياره ليه لمصر، يمكن دي الزياره الثانيه، ولكن هو اول مره يعني تستمتع بجو مصر بهذا الشكل. هو قال ان هو بعد البطوله ما هتخلص هيخرج في زياره للاهرامات وهيزور المعالم السياحيه في مصر. هو شايف ان طبعا هو بيستعد لبطوله جبال الألب اللي هتبتدي خلال المنافسات القادمه. يمكن هو شارك في البطوله السنه الماضيه وقدر طبعا ينجح ان هو يكسبها. طبعاً سالته عن البطوله ومدى الاحتكاك في هذه البطوله، قال ان البطوله طبعا بطوله قويه. هو شايف ان هو بيستعد ليها قبلها باسبوعين، وده مهم جدا عشان يشاركوا في البطوله. شايف ان اللاعبين اللي بيشاركوا فيها طبعا كلهم من جبال الألب، لاعبين متميزين وقادرين ان هم يشاركوا يعني يادوا في البطوله بشكل جيد. في اكتر من 15 دوله مشتركين فيها البطوله. الألبس فعلا يعني بدات ك يعني منطقه الألبس يعني، بس اتوسعت يعني في بقيه اوروبا. في لعيبه كتير قوي من انجلترا، من فرنسا، من لا 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 وسعت اكتر يعني، في المانيا وفي طبعا البلاد اللي احنا عارفينها، فرنسا وايطاليا والبلاد دي، بس برضو يعني في لاعبين من سلوفينيا وفي لاعب من المغرب الاسبوع ده كمان يعني. كنت عمري في المنتخب المصري للجودو، بعد كده كنت ماسك مدير فني فرق قوميه للجودو، وبعدين بقى طبعا الرياضه صعبه ان انا العبها، فابتديت ادور على رياضه تستمر فيها منافسه برضو. فلقيت ان رياضه الجولف رياضه معقوله كويسه للسن يعني، وطبعا يعني غير الواحد كان متوقع انها موضوع سهل صغير، ان انت تضرب الكره في المضرب موضوع طبعا مش سهل، وحتى تمارينها وتجهيزها للشباب يعني، مثلا واحد زي شمس بيتمرن 6-7 ساعات في اليوم عشان خاطر يبقى النهارده يعني من الناس النمره 9 او النمره 10 في مصر يعني. فحاجه حلوه عشان يعني بنتعرف على ناس جداد، ويعني بنقعد مع بعض بيبقى انفايرمنت حلو، والناس كلها بتبقى يعني مبسوطه وبنلعب يعني، بتبقى حاجه حلوه. بطوله كبيره جدا يعني، ناس كتير جدا موجوده النهارده، بروهات من بره، ده حاجه ما بتحصلش في مصر كتير. معظم الوقت يعني بيبقى بطولات مثلا بروهات بتاعت مصر بتلعب هنا، هم على مستوى عالي، لكن لما تشوف حد مختلف هنا بتعرف منه اكسبيرينس مختلفه، بتلعب ازاي، بتفرج على طريقه لعبه، سوينجه، تعرف منه هو نفسه بيتمرن ازاي، مش لازم بس ان هو بيلعب ازاي. فدي حاجه اعتقد ان هي كويسه جدا لمستقبل الناس في مصر، حتى جوني يعني اختي شاهد لسه صغيره بدات تلعب جولف، فدي حاجه بالنسبه لها كويسه كبدايه. It's a very good tournament first because the سألتها عن البطولة، هي قالت ان البطولة جيدة جدا وبطولة قوية، شايفة ان البطولة اقامتها في هذا التوقيت مهم جدا بالنسبة للاعبين. اللاعبين مستمتعين بالتواجد فيها البطولة، مستمتعين بالجو، مستمتعين بالامكانيات اللي بتنظم فيها البطولة، وشايفين هي امكانيات جيدة جدا بالنسبة لرياضة الجولف. الشهر اللي فات كان عندنا بطولة البرو جولف تور، حاجة زي الألبس تور، والاسبوعين دول عندنا الألبس تور جايين من 15 دولة مختلفين، وبدأوا يفتحوا المشاركة في البطولة للعيبة أكتر عشان يدوا فرصة أكتر للعيبة الصغيرين إن هم يبدأوا يتعلموا. فإحنا السنة دي عندنا 105 لعيبة موجودين من حوالي 15 دولة، زي ما قلت لحضرتك كان في ناس من تونس وناس من المغرب، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هيبقى عندنا 2 لعيبة من مصر، فده شيء مشجع جدا للشباب اللي طالع جديد يعني إن شاء الله.